عليكم. أنا من لبنان، اسمي رنا حسين إسماعيل، بلد المقاومة سيدنا السيد حسن نصر الله، سيد المقاومة قائدنا بشار الأسد. أنا أم لأربع أولاد، زوجي بحزب الله متصاوب 3 مرات. رحت من 4 أيام على سوريا مع أولادي كرمال أتعالج وزور مقام السيدة زينب عليها السلام. أخذت معي أغراض وخمس كرازات معسل إلي ولأصدقاء. المهم تعرض لي حاجز الفرقة الرابعة وفتش ثيابي وأغراضي الداخلية وهاني وما خلى كلمة إلي ولأولادي، وقال لي ممنوع المعسل. رديت عليه طيب إنه خليني أرجع على بلدي وأعطيني الأغراض. قال لي أعطيني 50,000 سوري وبعطيك المعسلات. قلت له إنه لا ما فيني أعطيك. قام قال لي لا ممنوع. قلت له إنه أنا جاي أتعالج وزور السيدة زينب عليها السلام. قام قال لي بمسخرة إنه شو جاي تقارك لي أنت والسيدة زينب وستك زينب بمسخرة هيك وبمهزأة. هون تأثرت كتير عن جد وبكيت إنه كلام كتير مؤلم وفظيع. صار يقول لرفقاته إنه بعده عنا وهولي بيكرهونا وما بيحبونا لأنه كانوا رفقاته كتير متعاطفين معي. وبالآخر قام قال لي إنه خلص ما فيك تاخديهم للمعسلات. قام هون كمان وسرقوا لي، سرق لي خاتم ذهب كان موجود بشنطتي جايبته أنا معي، هو مكسور كرمال لحمه بسوريا عند الصايغ. فعن جد كتير تأثرت ومن ورا الإهانات والشتم. وكمان قال لي إنه حأشلح بالزلط إذا رجعوا لك المعسلات وحأترك الجيش، يعني إنه حيترك الحاجز. كلام كتير زل وإهانات وشتم. أنا تأثرت كتير أنا وولادي، وولادي صار عندهم مثل حالة نفسية يعني عرفتي. وبالآخر أنا كتير بتشكر زين بشار الأسد يلي راح تساعدني بهذا الموضوع، والله يحميها يا رب ويحمي قائدنا بشار الأسد ويحمي سوريا الأسد. يعطيكم العافية.